فردا فردا مدين لهم ده، وقلت اللي لعبوا في التشكيل الاساسي واللي كانوا احتياطي. خلينا نكون مع واحد من 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 امهر الاسماء ومن اشطرها، والحقيقه انه صحيح شفناه في زمن قصير في البطوله دي، بس كمان له لقطات مهمه وانسانيه وهو واقف على الخط عمال بيتابع زمايله. الكابتن الكبير جدا اللي له شعبيه كبيره سعد سمير معانا على التليفون، يا ريت تكلمنا. كابتن سعد سمير اهلا بيك والحمد لله على السلامه. انا مش سامع، انا في استوديو مش سامع، عايزين بس ننزله على السبيكرز بعد اذنك. او ممكن تعلي صوتك يا كابتن؟ زعق زي ما انت بتزعق. ده سعد سمير بيزعق؟ سعد عايز اسمعك، انا مش سامعك هنا، اسمعني ايه الوقت صوتك وضع ها؟ صوتك وضع يعني ها؟ ماشي. يا كابتن سعد، كابتن حضري كان بيقول ان انتوا جننتوه في المنتخب. والله. ايه ده انت هتعرف على طول؟ يعني صوته كابتن سعد، اولا لازم نقدم لك ونوجه لك التحيه مع كل زمايلك في المنتخب. وانا كمان سعيده انه كابتن زيك لما يعرف ان معانا كابتن حضري يقول انا اعمل مداخله واتكلم واقول، دي كمان روح مهمه جدا يا كابتن سعد. قول لي الحضري كان الحضري معاك كنت شايفينه ازاي؟ كلمني بصراحه كنت قلقانين. حضرتك عارف ان انا طريقة وهو عارف لسه في الناس دي تمام؟ ان انا حضرتك سامعني كويس؟ سامعك دلوقتي. ان انا اعمل مداخله لحضرتك ده دي حاجه شرف ليا، دي حاجه انا مبسوط بيها ان انا بكلم سعد حاتم وكبير كابتن حضرتك، دي حاجه مش كلام برامج انا بقولها او حاجه. كابتن حضرتك بيمثلنا احنا كلاعيبه رمز، يعني ده كلام كلنا قلناه وتحت المعسكر. ده رمز بالنسبه لنا احنا ورمز لاي شخص في مصر، ان الراجل ده في سن ال 94 بيدي مثال لاي حد في الالتزام في الكفاح في الاصرار في التحدي. انا حاسس ان هو لسه ما عملش حاجه في الكوره وعايز يعمل، يعني احنا موجودين مع بعض في المعسكر، وهو انت انا كنت معاه على طول معظم الوقت في كان اوضته ومعاه في الريكفري في المستشفى، اجي على العشاء يبقى كل على الغدا طبق سلطه، على الفطار مش عارف كوبايه ايه. قلت له انت ما تاكلش، ده الواحد لو كده ممكن يجي له انيميا. يعني ملتزم كده وبيعمل نفس المجهود ده وبنفس الالتزام ده، ده حاجه ملتزم فعلا. يعني بالرغم من ان هو اللي عنده الخبره الاكتر، الا انه هو ملتزم في المعسكر وفي الشغل كمان، يعني ملتزم جدا. طبعا محافظ على وزنه بطريقه كبيره جدا، تمرينه طبعا يعني الملابس حضرتك لو بتشوفيها عامله زي الاسفل ناشفه جدا. فاللي جواه ما فيش مرمى ستريب، فانا بقول له يعني بقول له اللي جه عنده 25 سنه لو خد خبطه وقع زي اللي انت وقعتها دي كده ممكن يتخلع. يا الله. بصراحه هو لا، يعني هو انا عن نفسي استفدت منه شخصيا، انا استفدت منه بشكل كبير جدا في حياتي الشخصيه والمهنيه في الكوره. فطبعا بشكره ان هو شرفنا وشرفنا كبلد وشرفنا كجيل، طبعا ان احنا لقينا حد بنتسند عليه وحد نبني عليه اصرار وسهل لينا احنا. انا اولا انا بحيي صدقك وبحيي كرمك في الكلام عن عن كابتن كابتن حضري، بس يا كابتن سعد انا عايزه بصراحه بعد ما اكرامي في التدريبات للاسف عرفت انه مش هيكمل، وش الناوي حصلت له اصابه وعرفت انه الحضري اللي هيكمل، يعني بعد اول ماتش ده ما قلتوش ده هو يمكن مش في الفورمه، يعني صارحني قول لي قلتوا ايه بينكم من بعض؟ لا 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 ده احنا قلنا الحل الوحيد ان احنا يعني اللعنه اللي بدات تتسد والبطوله اللي يحصل فيها ان احنا قلنا ان حضرتك الكون يعني كان حل الاصابات دي او حل البطوله كلها اللغز كله ان حضرتك الكون، يعني هي القصه معموله على كده ان هو لازم يقف جون عشان هو اللي هو البطوله كلها وياخد احسن حارس ويصد الاثنين بلين. لكن طبعا الثقه لا في الشخصيه، يعني
شخصيه، انت معاك شخصيه بقالها ما شاء الله بتاع كام سنه بتقعد تقول لمصر والنادي الاهلي منتخب مصر وكميه الخبرات اللي مرت بيها تخليهم بس يا كابتن سعد هو قال لي دلوقتي لسه بيقول لنا والناس اللي موجوده معانا ان انتوا روضتوه، انتوا خليتوه يعمل حاجات ما كانش بيعملها ابدا، خليتوه يستخدم السوشيال ميديا. يعني هو كان بيشتكي منكم ان انتوا دمكم خفيف يعني، فانتوا غالبا انتوا اللي كسبتوا في المعركه دي. ده الجانب السلبي بقى ان احنا ضررناه في البطوله. يعني هو خدنا حاجات كتير، احنا ضررناه في حاجات كتير. اول حاجه السوشيال ميديا هو يعني مكن فيها، وطبعا كل شويه ناخده على السناب شات نعمل فيديوهات وننزل حاجات ونقلعه حاجات. الحاجة الثانية طبعا السوشيال ميديا اللي عنده سؤال كل شخص يدخل يدخل شوية ونقعد نهزر معاه. طبعا هو دمه خفيف جدا، يعني هو حضرتك هو ملتزم كل حاجة. هو دمه خفيف بس في فرق أجيال برضو يا كابتن، يعني وأنتوا الحقيقة أنتوا جيل مريع. لكن هو طبعا روحه حلوة جدا وطول الوقت مش محسس، أنا حاسس إن هو عنده 20 سنة زينا، يعني طول الوقت هزار معانا وضحك وقاعد معانا على طول. وبعدين طبعا طول معاه الفرنساوي معانا مش عارف ليه، يعني هو عشان ربنا مديله الفرنساوي للسيوف، فقلت له خلاص الدنيا باظت مننا خالص. كابتن سعد سمير كلنا فخورين بيكم كلكم وسعداء بيكم، زعلانين ان مفيش كاس بس فخورين انه عندنا منتخب مصري بهذه المهارات وهذه الرجوله. شكرا جزيلا كابتن.